وكأن نظام السيسي إما إنه بيحارب تراث مصر وتاريخ مصر، وإما إنه بيدمر تراث مصر يعني، أو يعني وما يعرفش قيمته. كأنه بعد المقابر التاريخية اللي تم هدمها عشان نعمل طريق لإسماعيلية العاصمة الإدارية، وهدم مقابر العظماء في تاريخ مصر، في كلام النهاردة عن مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في منطقة البساتين، انتشرت أنباء عن إزالتها تمهيدا لهدمها عشان ينشئوا محور مروري. اقفل الإيربيس يا عز والنبي، الله يخليك نبي بسلم عليك، ولا كبليس. إنشاء محور مروري جديد بعد ما ادولته مواقع، في مواقع الدولة صور للمقبرة مكتوب عليها كلمة إزالة باللون الأحمر، ودي كلمة حكومية دارجة اليومين دول. خلينا نشوف الصورة كده بتاعة المقبرة. أهي دي مقبرة الدكتور طه حسين اللي هو اتولد سنة 1889 ومات سنة 1973 في أكتوبر، مكتوب عليها إزالة أهي. فكلمة دي معروفة إنه لما يتكتب على بيت أو يتكتب على منشأة أو يتكتب على مقبرة معناها إنها هتزال. بعد ما تم تداول الصور دي، النشطاء شنوا هجوم واسع على الحكومة اللي بتهدم كل شيء في مصر. أدي إيهاب بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بسهولة كده إزالة بخط بيروقراطي عفن وعديم الحس والإنسانية والكرامة. نفسي أعرف ليه بيعملوا كده، أو بيعملوا كده ليه؟ مقبرة طه حسين إزالة؟ أبو الهدد شغال إزالة؟ لا رحم حي ولا ميت؟ خالد بيقول إزالة مقبرة عميد الأدب الدكتور طه حسين عشان أبو 50% يعمل كوبري مكان المقبرة والمقابر المجاورة؟ أو يعني ما بيسألش، ده بيأكد. ما تعرفش إيه الأكتر مدعاة للأسى؟ نية النظام الغشيم بهدم مقبرة طه حسين عشان كوبري، ولا مدى التجهيل اللي أحدثته أو أحدثه هذا النظام بطبعاته التاريخية في ثقافة الجماعة المصرية لتنشأ أجيال تستنكر قيمة أهم عقل مصري في التاريخ الحديث؟ بعد ما انتشر الخبر طلعت علينا محافظة القاهرة طبعا كالعادة نافت إزالة المقبرة أهو تكشف. بص بقى فيتو عملت إيه، شوف شوف الذكاء، أنا عايزك تتعلم يا علي، فيتو مش هتقعد لك يا علي. شوف عملت إيه، نشرت الصورة وحطت صورة طه حسين. مكان إيه بقى؟ مكان إيه يا علي؟ مكان كلمة إزالة. صح صح يا علي، فيتو مش هيقعد لك، ده هيقفل الموقع ده بعد يمشي السيسي. لكن بص اتفرج على الصورة ليها دلالة ازاي، حط مكان كلمة إزالة حط صورة طه حسين. يا أنا مش عارف أعمل إيه معاك يا علي بصراحة. نفت المحافظة عادي بقى، ما هو أنت، لكن عيلة الأديب طه حسين طلعت قالت لما سألنا الجهات المختصة بما فيهم محافظة القاهرة ما ردوش علينا. حفيد طه حسين أو حفيد طه حسين عن إزالة المقبرة، اطلع بالخبر، اطلع بالخبر، شد الخبر لفوق هتشوف كلمة إزالة أهي. إزالة يا علي، شفت؟ رد المهندس حسن الزيات حفيد طه حسين عن انتشار صورة لمقبرة عميد الأرب بناء عليها كلمة إزالة قائلا المحافظة لم تخبرنا بأي جديد حول إزالة المقبرة من عدم. وأضاف إن أسرة طه حسين تساءلت في العديد من الجهات بين المحافظة ولم يتلقوا رد. طب أزيدك من الشعر بيت، جريدة الشروق نشرت فيديو خاص وكتبت عليه عنوان خاص البدء في أعمال إزالة صف مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. يلا اهو، لا سحر ولا شعوذه، ده الشروق. عيده تاني الله يخليك، اهو هتلاقي تحت مقبره تحت اهو، بس وقف هنا اهو، بس هنا اهو الفيديو اهو، مقبره طه حسين مكتوب عليها ازاله، وتحت اهو خاص الشروق البدء في اعمال ازاله صف مقبره عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. العسكر اذا دخلوا قريه افسدوها لانهم جهله، ما في عسكري على وجه الأرض إلا جاهل، ما فيش منهم مثقف إلا من رحم ربي، زي الدكتور سارت عكاش أو سارت عكاش، ما هو ده كان ضابط بس كان مثقف وله كتب زي مثلا مولع بفاجنر، وزي كتبه عن النسيج وكتبه عن تاريخ الفن، كتب رائعة جدا، هو كان مهتم. زي سعد الدين وهبة كان ضابط شرطة ولكن
كان راجل مؤلف مسرحي زي يوسف سباعي، كان روائي وكان ضابط جيش، هو اللي كتب رد قلبي، فيلم سخيف جدا. مهم يعني، وحتى رواياته أسخف منه، بس يعني مش مهم. يعني نادر جدا لما تلاقي من العساكر، لأنها بيئة لا تدعو للإبداع، بيئة الإنسان فيها رقم، وده مش عيب فيهم على فكرة بالمناسبة، شغلتهم كده. يعني في واحد شغلته كده، العسكري أنا مش بهينه، شغلة العسكري لا تحتاج إلى إبداع، ده بالعكس، ده لو يبدأ العسكري يقتل الناس، إنما هو رقم بيتعلق حديدة في صدرك تتنفس تعمل زي بيت القطيع، هو كده. لأن مفيش بقى أثناء المعركة أنا رأيي وديمقراطية، مفيش كلام ده، في قائد بنسمع كلامه إن شاء الله يقول روحوا النار، نروح النار سوا مع بعض، هي قصة كده. ده لا عيب، مفيش أي عيب في العسكر خالص، وكلمة عسكر ماهيش كلمة عيب، بس هو الأباحة بقى إنك تجيب العسكري ده تخليه يتحكم في طه حسين، هنا بقى المشكلة. زي ما تجيب طه حسين كده تخليه يقود الجيوش، مشكلة. طه حسين يا فجرة، والله انتوا لا تدروا قيمة طه حسين، والراجل ده ظلم حيا وميتا. يعني طه حسين ده اتظلم وهو حي وهو ميت، حتى دلوقتي بيتقال لك ده قال غير القرآن، كلام فارغ، كلام فارغ. ويوما ما نبقى نعمل لكم بس مباشر عن قيمة هذا الرجل العظيمة في الأدب العربي وفي الفكر. أوروبا يا راجل بتحترم الراجل ده، لكن احنا نهد مقبرته. انت احنا مش مين طه حسين؟ انا مره واحد جاني، والله العظيم كنت بعمل حفلات في وزاره الثقافه، كنت مدير، اسالوا الناس اللي قاعده في مصر بتشتمني دي. وكان عندي تحت ايدي 11 بيت اثري بعمل فيهم حفلات، يعني بعمل اجنده كده حفلات، بما فيهم الاستاذ علي الحجار الحاجات دي يعني. ففي مره عملت حفله لشاعر، فجاني الطلب بالرفض. مين اللي رفض يا جماعه؟ الأمن الوطني. الأمن الوطني دخلوا إيه بالوزارة الثقافة؟ قال لك ما في ضابط أمن وطني في كل حتة. والأمن الوطني دخلوا إيه بفؤاد حداد؟ فرحت، والله العظيم قسماً بالله ده اللي حصل. فرحت قابلت المسؤول. قلت له حفلة فؤاد حداد اتلغت ليه؟ قال لي الراجل ده شيوعي. قلت له راجل مين؟ قال لي فؤاد حداد. قلت له شيوعي؟ مين اللي قال لك إنه شيوعي؟ قال هو شيوعي، التقارير بتقول إنه شيوعي. مين اللي كتب التقارير دي؟ قال له هو التقارير مكتوبه في الامن الوطني ان عايز الرجل الشيوعي. هو موجود الراجل ده؟ قلت له مات. قلت له الراجل ده مات. ومين اللي قال لك ان الشيوعي؟ قال التقارير بتاع الامن مكتوبه ان الراجل شيوعي. قلت له عارف مين فؤاد حداد؟ قال لي مين؟ قلت له انت مش بتصوم رمضان؟ قال اه. بتتسحر؟ قال لي ايوه. بتفتح التلفزيون المصري في بالليل وانت بتسحر؟ قال لي اه. قلت له مش بتشوف حاجه كده اسمها المسحرات بسعيد مكاوي وهو ماشي مع بنت صغيره بيغني اغاني؟ قال لي اه. قلت له كاتبها فؤاد حداد. المسحرات دي اللي كاتبها فؤاد حداد، ده شيوعي؟ قال لا. ثم منعوا الامن الوطني ليه؟ قال لا مش واخدين بالهم. ظابط حمار ما يفهمش حاجه، هو عنده تقرير قديم ان ده شيوعي، خلاص بقى شيوعي، ويفضل الشيوعي شيوعي الى لحد ما يموت، ويوم ما يبعثون شيوعي. طه حسين يا راجل، انتوا والله العظيم ما تعرفوا قيمه طه حسين. اللي بعده